صباح الخير زميلاتي داخل الاستوديو، صباح الخير والمحبة على جميع من يتابع نسمات زاك روس. مثل ما عودناكم جولاتنا وفقراتنا المتنوعة، اليوم راح نسلط الضوء حول تنظيم مديرية الشباب في مدينة زاخو باختتام دوراتها المهنية التدريبية المجانية للشباب اللي تساعد على تطوير قدراتهم وتمكنهم من إيجاد فرص عمل لهم في المستقبل. مشاهدينا خليكم ويانا بهذا التقرير. نشارك اليوم في دورات ساعوا عددهم 57 دورة بمثابة باب يفتح أمام الشاب. هاي الدورات ليجدون فرص عمل ويتطورون فيها، احنا نساعدهم حتى يتطوروا ويتعلموا بعدين يصبحون صاحب أعمالهم الخاصة. هي الدورة والدورة مال إسعافات أولية، هاي مو قلت لك هاي دورة ثمانية نطي، وكل كل شيء كل دورة تقريبا 60 طلبة 80 طلبة، نعلمهم كل شيء اللي يرتبط بإسعافات أولية، هي فرصة العمل للبيت. وأكيد مهمة هاي الدورات دا تنفتح، أكيد يعني مهمة للشباب، تعزز روح المشاركة والشغل وفرص عمل لهم. طبعا الخريجين القاعدين بلا وظائف يقدرون من الهوايات يسووها مهن ويشتغلون بها ويترز يعني باب رزق لهم. وما اريد شباب يقعدون بالبيت وما يشتغلون، خليهم يشاركون هيك هذه الدورات حتى يطورون من انفسهم ومهاراتهم ويساعدهم على الحصول على فرصه عمل. نشكر حكومه اقليم كردستان ومركز شباب زاخو على منحنا هذه الفرصه حتى نشارك بهذه الدورات، وهذه الدورات ساعدتنا كثير على تطور مهناتنا وساعدتنا على الحصول على فرص عمل. احنا باليوم مشاركين بدوره مال الحلويات، استفادينا منها هوايه، يصير لنا مجال للشغل، يعني هاي الشهاده هسه ناخذها افتح لي مطعم واسوي لي حلويات بي. نشكر حكومه كردستان. لقد افتتحت حكومة إقليم كردستان هذه الدورات التدريبية المهنية التي لها أهمية كبيرة وتعد بمثابة فرصة عمل لنا، وقد استطعنا خلال هذه الفترة الدورات اكتساب العديد من المهارات وتطوير من قدراتنا التي من خلالها نستطيع مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، ومن خلال هذه الدورات فهي بمثابة باب لنا لإيجاد فرصة عمل. مشاهدينا مثل ما شفتم جولاتنا وفقراتنا المتنوعة لتكمن أهميتها تقليل نسبة البطالة بين الشباب إضافة إلى تطوير الاقتصاد المحلي في البلاد. في الختام تقبلوا تحياتي أنا نجلاء السندي، إلى اللقاء.